السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الثاني المندرج في الأسبوع الثاني من الوحدة الأولى، مجال العائلة، المرجع في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. ألاحظ، إذا ماذا ألاحظ في الصورة الأولى؟ ألاحظ في الصورة الأولى أميرا مريضا وقربه أخته وخالته وزوج خالته وعمته وبعض الهدايا فوق المائدة، ويوجد أيضا بعض الأدوية فوق الطاولة قرب أنير وأيضا أمه. ألاحظ في الصورة أنيرا مريضا وقربه أخته وأمه وخالته وزوج خالته وعمته وبعض الهدايا فوق المائدة، ويوجد كذلك بعض الأدوية فوق الطاولة قرب أنير. أما في الصورة الثانية فنلاحظ الطبيب يقوم بفحص أنير. في الصورة الثانية نلاحظ الطبيب يقوم بفحص أنير. يوم مريض أخي، ما زلت أتذكر يوم مريض أخي أنير وكان أبي مسافرا. حضرت خالتي وزوجها وأخذ أخي إلى الطبيب صحبة أمي. لم تتركنا خالتي نشعر بأننا وحدنا، فقد بقيت معنا. هل تذكر ذلك يا أنير؟ نعم يا ليلى، بقيت معنا حتى عاد أبي من السفر، كما أتذكر قدوم عمتي بعد علمها بمرضي. لقد حملت إليك كثيرا من الهدايا. إذا أكمل شبكة مفردات كلمة طبيب. إذا طبيب عيادة مريض دواء ألم. يمكننا إضافة كلمة مستشفى. أفهم من يتحدث في النص. إذا من يتحدث في النص؟ إذا لاحظوا معي هنا يوم مرض أخي أنير، إذا الذي يتحدث في النص هي أخت أنير. التي تتحدث في النص هي أخت أنير. ولاحظوا معي هنا في الفقرة الثانية، حين سألته هل تتذكر ذلك يا أنير، فأجابها نعم يا ليلى. إذا اللذان يتحدثان في النص هما أنير وليلى. أنير وليلى. إذا ليلى وأنير هما اللذان يتحدثان في النص. ليلى وأنير هما اللذان يتحدثان في النص. من صاحب أنيرة إلى المستشفى؟ إذا من صاحب أنيرة إلى المستشفى؟ حضرت خالتي وزوجها. إذا حضرت خالتي وزوجها وأخذ أخي إلى الطبيب صحبة أمي. إذا صاحب أنير إلى المستشفى أمه وخالته وزوجها. صاحب أنير إلى المستشفى أمه وخالته وزوجها. هل شعرت أسرة ليلى وأنير بأنها وحيدة؟ لماذا؟ إذن لاحظوا معي، لم تتركنا خالتي
نشعر بأننا وحدنا فقد بقيت معنا. إذن لم تشعر أسرة ليلى وأنير بأنها وحيدة لأن الخالة بقيت معهم حتى عاد الأب من السفر. إذن لم تشعر أسرة ليلى وأنير بأنها وحيدة لأن الخالة بقيت معهم حتى عاد الأب من السفر. أفكر، أحداث لم ينسها أنير وليلى يوم المرض، ما هي؟ إذن الأحداث التي لم ينسها أنير وليلى يوم المرض هي قدوم خالتي وزوجها والبقاء معهما وقدوم عمتهما أيضا وهي تحمل الكثير من الهدايا. إذن الأحداث التي لم ينسها أنير وليلى يوم المرض هي قدوم الخالة وزوجها والبقاء معهما وقدوم عمتهما أيضا وهي تحمل الكثير من الهدايا. إذا السؤال الثاني، أصف حدثا عشته ولم أنسه. إذا كل متعلم متعلمة سيقومون بوصف حدث عاشوه ولم ينسوه. أبني على غرار، هل تذكر ذلك يا أنير؟ هل ترافقني؟ إلى السوق. يا كمال، أتذكر قدوم عمتي. أحول إلى أنتما، نحن، أنتما تتذكراني. قدوم عمتكما. نحن نتذكر قدوم عمتنا. لأن أنتما تتذكران قدوم عمتكما، نحن نتذكر قدوم عمتنا. أقرأ الكلمات ثم أجزئها إلى مقاطع كما في المثال: جدي، جددي، حفيدة، ح، في، د، تن. إذن ح، في، د، تن. إذن لاحظوا معي، عمي، عمي مثل جدي. هناك تضعيف في على فوق حرف الميم، إذن سنفك التضعيف ونقول عم مي، عم مي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.